صباح الخير يا متابعين مفتاح الفن الصباح لشركة وينزر بروكر. هيدا ماركو كان مجدي اليوم 18 أكتوبر 2022، ونتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن اليورو مقابل الدولار الأمريكي، تحولات أجمالي اليورو وارتفاعاته. ده راجع أكيد في المقام الأول انخفاض الدولار ونتيجة ضعف عائد سندات الخزانة الأمريكية اللي بيؤثر سلبيا أكيد بدوره على أسعار الدولار الأمريكي، بجانب البيانات الاقتصادية والتي أثارت المخاوف حيال الركود الاقتصادي في حال رفع الفائدة الأمريكية وتشديد وتيرة السياسة النقدية للسيطرة على التضخم المرتفع. دي كانت أهم الأخبار وأهم البيانات، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف تشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما وضح معانا على الشارت، الاداء الايجابي على مستوى كل المؤشرات، اداء ايجابي على الاي ام اي، على السار، على الفلات تريند، على الاستوكاستيك، تقاطع المتوسطات السعريه الاعلى، ثبات السعر عليهم وثباته على النقطة المحوريه عن 98 10، ولذلك نتوقع مزيد من الارتفاعات ولكن بشرط كسر 98 75 وراها 99 30 واخر نقطه عند 90. مرة تانية كسر 98 75 وراها 99 30 وراها 90. السيناريو الآخر المعاكس سحب كسر 97 45 وراها 96 85 وآخر نقطة عند 35. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وأتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.